وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة السفير صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت على العلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة على الأصعدة كافة. طبعا العلاقات بين الكويت ومملكة البحرين علاقات أزلية وعلاقات تاريخية، بينهم إرث تاريخي كبير يمتد إلى قرون. الأسرتين الكريمتين أشاعوا نهضة في هذه المنطقة، منطقة الخليج. فالحقيقة اليوم نحن فرحين جدا بهذه الزيارة الميمونة التي تأتي بعد تولي سموه مقاليد مسند الإمارة في دولة الكويت، ولها دلالة الحقيقة عظيمة، والاحتفاء بها كان كبيرا جدا كما رأيتم، وتم منح سموه وسام أو قلادة الشيخ عيسى من الدرجة الممتازة تقديرا لمكانة سموه العالية، وكذلك السيف البحريني، وهذا رمز له دلالات كثيرة ومعاني عظيمة. الحقيقة أن هذه الزيارة هي استمرار لزيارات وقيادات البلدين الشقيقين. طبعا هذا دعم كبير لا شك أن يأتي من قيادة البلدين لدفع العلاقات قدما. لذلك إن شاء الله قريبا سوف تعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في 2024، وستكون أيضا في دولة الكويت، وستضفي كثيرا من يعني أوجه التعاون بين البلدين في شتى المجالات.